آخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ورضي وكان الله عزيزا حكيما لنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنون بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. لم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. بسم الله وصلى الله وسلم على رسول الله. اللهم اجعل نورا ما قضى الله وثواب ما تلوه له هدية واصلة إلى روح أموات المسلمين أجمعين ونورا للحيين يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا آمن روعاتنا واستر عوراتنا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا يا كريم. اللهم لا تحرمنا من ليلة القدر يا عظيم. اللهم اجعلنا ممن يصادفها يا كريم. اللهم إنا نسألك الخير كله ونستعيذ بك من الشر كله. اللهم مجاز الذين قاموا ببناء هذه المدرسة التي تقرأ القرآن. اللهم إنا نسألك وأن قرآن شفيع لأصحابه. اللهم اشفع فينا القرآن وشفع فينا الصيام ونحن في هذه الأيام أيام المغفرة. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا آمن روعاتنا واستر عوراتنا وهذه ولايتنا ويخلف المرافق له. اللهم وفقهم الخير وأعنهم على أداء الواجبات وتقبل منهم الصالحات وتجاوز لنا وعنهم عن السيئات وكفر عنا السيئات يا حي ويا قيوم. نسألك الخير كله ونستعيذ بك من الشر كله يا من وفق أهل الخير إلى الخير وأعانهم عليه. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا احفظ وطننا وسائر أوطان المسلمين. أمن يا اللهم إنا نسألك تحفظ حدودنا وتجنودنا وتوفقنا لما فيه سعادة الدارين. اللهم وتقبل منا الخيرات وتجاوز لنا عن السيئات.